يعني ايه حمايه الحوزه يا مولانا؟ يعني الدفاع عن المال، عن العرض، عن النفس، الدفاع عن اهلي، اقاربي، عشيرتي، الدفاع عن قبيلتي، من اعيش في وسطهم، وطني، خاصتي، مدينتي، وهكذا. دي اسمها الحوزة. حوزة يعني في خط كده أحمر ما حدش يتعداه، أيوة. ولا يتعداه يتقتل، لأنه عدوان على الحوزة. الحوزة من التحيز، من إن عملنا حيز كده، عملنا خط. تمام، تمام. بدل في الأدبيات الحديثة ما نقول الخط الأحمر، أيوة. ومديك اسمها الحوزة، زي من الحيازة الزراعية عندنا في بلادنا، والحيازة وكده. الحيازة معناها أنه في حيازته. نقول من هنا لهنا، هذا في سلطانه وحيازته. فهي نوع من أنواع الانتماء، وهي نوع من أنواع التخصيص، وهي نوع من أنواع الدفاع عن الأوطان، وهي نوع من أنواع عمارة الأرض. لأن كل الأديان بل وكل المذاهب الأخلاقية حتى البشرية منها أجازت للإنسان أن يدافع عن ذاته وعن وعن كينونته. وهذا هو الذي لم تدركه الإرهابية فضلت وأضلت.